المتابع لقضية انتخاب رئيس مجلس النواب الثانية الجلسة الثانية المتابع بعناية وبدقة يجد أن السيد المندلاوي أدار الجلسة بحرفية عالية زين تمام ولم يكن طامعا بالمنصب كما يصورون لكنه الحل بوسي عدنان قمت لم حكيت على المنصة تقدم لا تقدم عزيزي بدورك سجل دكتور عفوا تقدم من اختلق هذه الفوضى داخل مجلس النواب والإشارات كلها قبل الجلسة الإشارات قبل الجلسة كلها كانت تشير بأن هناك توصيات من الحلبوسي إذا بقي سالم العيساوي مرشحا لرئاسة مجلس النواب بالتعدي عليه وضربه وخلق أي فتنة داخل مجلس النواب حتى تنتهي هذه القضية وتصير ترفع الجزائر